ودائما هي تحايا صباحية لكل القادرين على الإنتاج، إذا كان على إطار إنتاج الأفكار أو الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الصناعي أو إنتاج الإبداع وجوانب مختلفة للإنتاج التي نعمل عليها من خلال هذا الصباح. والزراعة تبقى دائما هي الجانب الأعلى لتحريك الاقتصاد السوداني والذي يجب أن نعول عليه كداعم اقتصادي. ومن خلال الصباح دائما نتحدث عن جوانب مختلفة فيما يهم الأسرة السودانية ثقافيا واقتصاديا وصحيا، وحديث عن صحة المجتمع وصحة الجسد. في أحاديث صحة المجتمع دائما نتناول دروب مختلفة للتنمية البشرية وجوانب العمل على الطاقة النفسية وغيرها، ودائما هي أيضا حديث عن الصحة الجسدية وكيف يمكن أن ننمي الصحة الجسدية في عافية. بسبب تناول السكر، الخبز، الملح، أو بسبب المعلبات والمشروبات الغازية والكحولية والتدخين، أو بسبب السكر الأبيض؟ الحقيقة الجواب لا، والجواب الصادم العلمي أكثر أن سبب أمراضك هو عقلك الباطن السلبي المليء بالألم والذكريات النفسية والسلبية وارتفاع معدل التوتر واستمراري لساعات طويلة متواصلة. تحزن، تكتم الغضب في داخلك وتبدأ تسلم جسمك للأفكار السلبية، فتلاحظ ارتفاع معدل الأدرينالين لأن جسمك يعتقد بأن هنالك خطر على حياتك، فيبدأ قلبك بضخ الدم أكثر ويزيد العبء على الشرايين والأوردة، فتلاحظ انفجار الأوعية الدموية التي تغلف أو تحيط الدماغ، خصوصا الوسط العنكبوتي الذي يغلف الأم الحنون، الأم الحنون التي تغلف الدماغ، فنكون أمام خطر الموت بالسكتة الدماغية والقلبية. والسبب لأن شيئا تافها في حياتك أعطيته أكبر من حجمه، تغضب، تحزن، فيرتفع عندك الكورتيزول والأندروجينات، فتبدأ سلسلة أمراض السكر وخلل أنسولين وغلوكوز وبعد تكيس المبيض وخلل جهاز المناعة، حيث سيقوم جهاز المناعة بإرسال أجسام مضادة تتدخل في كل شيء، فتسبب لك الذئبة الحمراء، الذئبة الحمامية، الصدفية، الأكزيما وكل الأمراض الجلدية، وتدمر الهرمونات تحت أمراض هاشيموتو، داء جريفز، كرون، كوشينج، والأرق والاكتئاب بسبب ما تم ذكره مسبقا، ولأنك تسهر ليلا تفكر بحل مشكلتك التافهة وتحرم جسمك من هرمون الميلاتونين الذي يقدم الهدوء والصحة والعافية، وتكسر روابط الخلايا العصبية بتكسير المغنيسيوم والبوتاسيوم على أفكارك السلبية، تغضب، تحزن، وتسمح لعقلك الباطن بتدميرك، وبعدها تسلم نفسك على طبق من ذهب للأدوية، فكلما أخذت دواء كلما فتحت المجال لأمراض ثانية، فمثلا ترغب بخفض الكورتيزول بدواء كيتيكونازول لتشعر بعد 2 يوم من الاستعمال بالتعب، التقيؤ المستمر والطفح الجلدي، تتدارك نفسك بدواء الميتيرابون لتعيش بعدها مع مرض جديد يرافقك حتى مماتك وهو الصداع والدوخة، تذهب إلى الطبيب فيمنحك دواء حاصرات بيتا والكالسيوم ومثبطات الأنجيوتنسين للحفاظ على الضغط، لتعلن بنفسك شخصيا العد التنازلي لتوديع الحياة. ويا سلام إذا وضعت جسمك تحت رحمة الساكسندا، الجلوفاج، الميتفورمين، والباراسيتامول، والجلوميتسا، والأمثلة كثيرة لا حصر لها. يلي حابب نبهك عليه، لا يوجد شيء على وجه الأرض أغلى من صحتك. ما عندك فلوس، مديون، عندك مشاكل، الله يغنيك ويرضيك. فاصبر، فاصبر لحكم ربك إنك بأعيننا. الغضب والتفكير والهم لن يقدموا لك الحل، بل سيزيد الطين بلة. لم تحصل على شيء تحبه، فلو كان فيه الخير لقدره الخالق لك، وإن أضعت شيء فاعلم أن فقدانه راحة لك، ووجوده هو الشر بعينه. ابتسم، اضحك، استنشق هواء نقي بعيد عن المظاهر الخادعة ومظاهر الكون الخادعة والمزيفة، ولا تحرق دقائق عمرك بشيء تافه. أتمنى لك الصحة والعافية، السلام عليكم. تحية لكل العاملين على الصحة النفسية وأهمية الصحة النفسية للصحة الجسدية بالتأكيد كبيرة. كثير من المشكلات كما ذكر الفيديو والتي نشاهدها في الطبيعة هي مشكلات نفسية تنعكس على الصحة الجسدية.